هاي، اهلا بكم متابعينا الاعزاء في قناتي هنا على اليوتيوب. الان بقدم لكم وجبه جميله جدا، واحده من اهم الوجبات والذ الوجبات اليمنيه اللي مشهوره جدا في مناطق الساحل. هذه الوجبه كنت انا زمان ايام ما كان عندي مطعم في المخا، زمان قبل ما يقفلوا كل حاجه وقبل ما تبدا هذه الحرب، قبل ما يحولوها الاماراتيين لميناء عسكري، زمان كانوا يدخلوا المطعم الزبائن للغداء ما يطلبوش الا هذه الوجبه. الوجبه هي ايوه المطفايه. برافو عليكم. المكون الرئيسي لعمل المطفايه هو سمك الديرك. نجيب اربع وصال سمك ديرك ونقطعهم ما فيش ديرك. صحيح، صح، لانه الديرك غالي. الديرك من فين حد يوصل له؟ الديرك يا اعزائي الان ينباع بالجرامات. الان قدروا يحولونه، يسوونه خواتم، يسوونه شوالي، يسوونه احزمه ذهب ذهب ذهب. عموما في حل، الحل موجود. تروح تجيب تمد، التمادي مليح، التمادي حتى انه كذا الوصله كذا متماسكه تقدر تقليها وتقدر تسوي بها. فتروح تجيب الاربع القطع التمد حتى التمد ما فيش معدوم برضو. صحيح صحيح، التمد كمان غالي. التمد من يوصل له؟ من عشان توصل له يشيلك حبال ورجال. صحيح، نسيت. عموما مش مشكلة، أهم شيء الطريقة والأسلوب. أنت تروح بس تقفز لسوق السمك، تنتع الطارف، تنتع حتى قواقع، بيمشي الموضوع. أنت مشك باغة يا أخي، مشك باغة، تروح تجيب أربع حبات الباغة هذيك وتقوم بي. حتى الباغة ما عاد فيش، لا في باغة ولا قحش ولا عربي ولا عاد في شيء، منعوا الصيد بكل مكان. والله صحيح صحيح صحيح، أنا نسيت إن إحنا داخلتي يا اليمن ما فيش معانا سماك. من فين نجيب سماك؟ ما فيش معانا حاجة، مش معانا إلا بحرين بس، ومعانا 45 خليج بس، ومعانا محيط هندي، ومعانا أطول شريط ساحلي بس، ممنوعين من إحنا نصطاد، فماش معانا سمك. صح صح، مش مشكلة، جيبوا تونة. تونة صح إنه بيكون العرف كذا شوية صنان وحاجات كذا، بس مش مشكلة. أهم حاجة الطريقة والأسلوب، الطعم بيختلف شوية بس بيتقارب. أهم حاجة ولا الجوع. جيب تونة وابدأ أطبخ. بس بنصحكم نصيحة لكل حد مهتم بموضوع الطباخة، إنك لازم تبدأ طبختك على نار هادئة. عشان كذا بنشغل الآن الشولة وبنشغل الغاز. يا أخي اشتي مني قسما بالله، مخاك اشتي مني. ما فيش غاز، حتى الغاز معدوم، ولا في أي حاجة بالبلاد دي. ماش غاز ولا في سماك ولا في خضراء ولا في حاجة. ها طيب مش مشكلة أعزائي المتابعين اللي انتم موجودين في اليمن، سووا الخلطة حقكم واطرحوها على نار قلوبكم المقهورة، لأنه بتنجح على طول، ممكن تحرق كمان لو تخلوها زيادة شوية. المهم انزلوا تحت هنا ودقوا الجرس، شوفوا لو حد فتح لكم فتح لكم، ما حد فتح لكم عادي دقوا الجرس وسووا اسكرايب. اسمه سبسكرايب ها، انطقها صح. هو ده هو اللي قاله سبسكرايب، وسووا بعد توصل لكم الاشعارات عشان لو سوينا لكم طبخه ثانيه. هذا لو اجت الحاجات، وطفي اهلات الكاميرا هذه ويلعن التحالف اللي جابوا له هنا واللي جابوا له عندنا، اللي لا عرفوا يسدوا ولا عرفوا يخارجوا نحن، ولا عرفوا ينتصروا ولا عرفوا يحرروا ولا عرفوا يخلوا نحن حتى نعيش. طفي ام الكاميرا على قله الشمطفايه، قد الدنيا كلها طافيه. طفي ام الكاميرا، طفي بمخاط، طفي.